ازاي؟ يعني كان ابتدى بقى تطلع أغاني ما تتوقع لهاش نجاح وتنجح جامد. فما فيش داعي تقول لي مش هقول لك زي ايه؟ جيني أمارة. انما هو كان في أغاني ما يصحش انها تطلع وضربت جامد جدا، وده كان مؤشر واضح انه ما هو قادم هيبقى أسوأ. بس المفروض انا لو مكانك اكمل بقى تكمل وتعافر واقتحم بقى وعافر بقى. المعافره بقى، ما لما بتبقى المعافره زي ما انا عافرت كده في البيانو، المعافره لما تبقى انت اللي بتدفع ثمنها بس مش مشكله، انما لما تكون انت هتبقى مزنوق في منتج والمنتج عايز يكسب ومش هتفرض عليه شيء وهتضطر تعمل حاجه مش عاجباك، لا بقت مشكله. يعني فاهمني؟ يعني في ناس حاولت توفق الفكرتين. انا شايف انهم ما طالوش الاثنين، هم فضلوا مستمرين بس ما طالوش الاثنين. انا ما كانش عندي هذه الرؤيه، انا كان عندي رؤيه انه انا نفسي اقدم شغل يفضل لغايه ما اموت ما حدش يقول بس عمرو عمل حاجه ما كانش صح يعملها. بتحترم نفسك وهم بيحترموا نفسهم. مفيش، انا مش معنى ان انا مختلف معاهم ان في حد فينا غلطان. لا بتحترم.